السلام عليكم. العراقيين حالهم حال هواية من شعوب العالم، مجنونين بكرة القدم إلى درجة أنا اليوم دا أقدم برنامج على الهواء مباشرة ومخلي الآيباد قدامي ودا أتابع مباراة منتخبنا ويا المنتخب القطري. بس الفرق بين العراقيين وبين هواي شعوب هو أن العراقيين ما عندهم غير كرة القدم سبب يجلب لهم الفرح والمتعة عكس البقية طبعا، والأسباب معروفة، الله لا ينطي السياسة والسياسيين. لذلك على الاتحاد الدولي لكرة القدم ألا يتحد من حيث لا يشعر مع السياسيين في ظلم الشعب العراقي، وأن يوقف هذا الإجحاف بسلب العراقيين حق التمتع بمشاهدة منتخبهم الوطني وهو يلعب على أرضه وبين جمهوره. وعليه فقد حان وقت انصاف العراق بعد عقود من حظر إقامة المباريات الدولية على أراضيه. انصفونا حظر العراق ظالم، كان هذا حق اليوم.